بيتش. يمكن حتبات بره يا ماما. تبات بره؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انا ما عنديش حريم يتاخروا بعد الساعه 2 بالليل. جدع شاطر راجل. بصوا بقى كل واحد يحط لسانته في بقه. البنت بتاعتي واخده اذن مني. واخده اذن منك على اساس ايه يعني؟ انها رايحه الجامعه، رايحه تشتري كتاب، وانا دوري ايه؟ الدور الجاي ان شاء الله. صوت على البيت. بس ما حدش اتكلم، انا اتصرف. الحياه بقى لونها بامبي وانا جنبك وانت جنبي. بامبك ايه يا هانم؟ كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت عند الكوافير. عند الكوافير؟ ايه الكوافير اللي بيشتغل فتره مسائيه ده؟ قصدك ايه يا عادل؟ قصدي انك انت بتكذبي يا رانيا. بصراحه كنت بكذب، بس كذبه بيضه. مش كان بامبي من شويه؟ هو لا ابيض ولا بامبي. سناء شوفي لي لون كذبها ايه. دوري لي كده. انت بترفعي مقاسات، ما تخلصي يا سناء. لعلمك بيبان باقي الصبر يا عادل. مراتك كانت في ميعاد مهم وما خبيش عليك. الحالة خطيرة خطيرة، لازم نبطر القلب. قصدي كان يهمها قوي انها تبان انها جميلة مع اللي كانت قاعدة معايا. عادل خرب عقلك، انت عرفتي ازاي؟ مكياجك اللي معمول الساعة 1 الظهر، وشعرك اللي لسه مظبطاه ما بقالكيش ساعة، وريحة البرفيوم اللي طالعة وناشعة منك، والجزمة مكعبة عالي ما بتلبسهاش غير كل 3 سنين مرة في المناسبات الرسمية، لأنك بتخافي تدلقي وأنت ماشية بيها. كل ده عاملاه ليه؟ راح تجيبي عيش وخضار. كنت فين يا هانم؟ وقولي بسرعة. ما كنتش في حتة. ما كنتش يعني مش هتقولي؟ هخلي سناء تعرف لي كنت فين. هتقولي ولا خلي سناء تتصرف؟ لا لا لا، اوكي انا هعترف يا عادل، بس لو سمحت انا عايزه اقعد معاك في جلسه منفرده في مغلقه. جلسه منفرده مغلقه؟ بعد اذنكم يا جماعه فضولي الصاله، فضولي ولا اقول لكم خليكم احنا هنخش جوه نشوف كانت فين. اتفضلي. دلوقتي بقى هانم انا عايز اعرف كنت فين ومع مين. أنا كنت مع الشهرة، مع المجد، مع الفلوس، مع الثراء الفاحش. الثراء الفاحش؟ كنت مع مصباح علاء الدين يعني، ولا كنت مع علاء الدين نفسه؟ لا، كنت رايحة أقدم في محطة اسمها تاتا تي في، محطة فضائية. تاتا تي في؟ دي غير تاتا خط العتبة؟ لا، هي محطة لسه بادية، فهم مسمينها كده اسم تجاوزي يعني. محطة صغيرة، وأنت رايحة تعملي إيه في المحطة مع المحطة الصغيرة؟ رايحة ترضعيها؟ لا، كانوا طالبين مذيعات فروحت أقدم. روحتي يعني تقدمي كمذيعة ولا كضيفة؟ لا طبعا كمذيعة. يا سلام، واي واحدة معديه في الشارع كده يطلع في دماغها تبقى مذيعة، تقدم تبقى مذيعة. يا سلام. على فكرة بقى يا عادل، انا طول عمري متحدثة رسمية ومتحدثة جيدة جدا، ولعلمك بقى انا كنت بقود الإذاعة المدرسية وكنت عنصر ناشط فيها. عنصر ناشط في الإذاعة؟ يعني كنت ايه يعني؟ كنت اليورانيوم بتاع الإذاعة؟ بيبي بليز، انا محتاجاك دلوقتي اكتر من اي وقت فات، انك تعضدني وتساعدني اطلع سلم مجدي. وتطلعي سلم مجدي ليه؟ افرضي مجدي ده اتضايق مثلا، ولا قال مين اللي طالع على السلم دلوقتي، ولا كسرت له سلمه، يجي بقى يصدرني مثلا ويقول لي لو سمحت مراتك هي اللي بوظتها، تعالى صلحها. هي ايه يا عادل بقى؟ بليز ارجوك بقى، مش عايزك تفضل كل شويه تحطم في طموحاتي. طموحاتك ايه؟ انا مش فاهم. كل شويه يا رانيا يعني ارحميني، كل شويه تطلعي لي بافتكاسه. طب انت عارف بقى الافتكاسه دي لو ضربت معايا هاخد كام؟ انا مش عايز اعرف، انا ضد المال وضد الشهره. اوكي يا عادل، عموما هي لو ضربت معايا هاخد 10,000 جنيه في الشهر. ايه 10,000 جنيه؟ بصي يا رانيا، يعني انا ممكن اساعدك يعني مش كمراتي بس، لا يعني انا واثق من امكانياتك. ومجدي ده لو ضايقك ولا حاجه وانت طالعه السلم صدرهولي، انا اساسا ماسك عليه حاجات يعني 10. يلا. طب بصي يا بيبي بقى، انا محتاجاك في ايه؟ انا محتاجاك تقف جنبي على اساس ان انا ايه اول مره في حياتي هقف قدام كاميرا تلفزيون، فمحتاجه يعني اعمل بروفات حيه كده كمذيعه وسط جمهور وكاميرات، على اساس يعني اجرب نفسي في اداره الحوار. حبيبتي ما تقلقيش خالص. بصي انت بالنسبه للشغلانه دي محتاجه فيها كاميرا، ومحتاجه فيها شويه جمهور، ومحتاجه فيها بصي اي توجه اعلامي انا مسؤول عنه يا ماما، انا اللي هدير لك كل شغلك، ما تقلقيش. 10,000. صورة عائلية، صورة للذكرى. صورة عائلية. يا عم حمضها، انسى بقى انك انت فوتوغرافي، ركز في الفيديو. راني خليك واقفة هنا على ما اشوف اي زبون مثلا تتكلمي معاه ولا حاجة. اوكي. مساء الخير. ايه؟ حضرتك يعني ممكن تصور معانا؟ صور معاك بمناسبة ايه؟ صاحبي، قريبي، اخويا اللي اتحبس؟
ألف سلامة، إن شاء الله يخرج بسلامة بإذن الله. أنت فاكرها صورة هتحطها في تابلو الميكروباص بتاعك يا أستا؟ ميكروباص؟ بيت على الوجيعة، وهم حجزوه عشان عليه مخالفات. طيب ما دي حاجة كويسة قوي، حضرتك إحنا ممكن نعرض المشكلة بتاعتك عندنا في البرنامج. بجد؟ بجد، عارف اللي واقفة هناك دي؟ دي الأستاذة المذيعة الأستاذة رانيا. وأنا الأستاذ حمادها، مدير عام الكاميرا دي، وبشتغل معاها. أهو اتعرفت بالناس كلها؟ يلا خش يا رانيا، خش يا رانيا. ألف لا بأس يا أختي، واحد ينزل لقبلة المذيعة على حتة. أنا أستا وليد. عادل، عادل مرتبكة، مرتبكة عادل، مرتبكة يعني. طب مكياجي مظبوط؟ المهم ظبطي عقلي، ظبطيها وخش خش خش خش. شعري 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 حلو. هايل هايل، عندك جل يكفي خمس ستات، يلا خش. ما تخلصونا يا اخوانا. الشيشة حتة. أنا يا أستاذ. معقولة يا أستاذ حمادها، يا أستاذ حمادها الشيشة إيه اللي أنت عايز تشربها؟ ما ينفعش أثناء الشغل يعني حضرتك، هتصور إزاي؟ هو أنا يا ابني اللي بصور؟ إحنا مجرد أسباب، دي كاميرا فيها زر، تدوس على الزر الكاميرا تصور على طول. الله الله، احترم وجهة نظرك. طب دولا ما تخلي الكاميرا دي بقى تستضيفني. تستضيفك كايه يعني؟ كانسان. انت انسان؟ هنكذب من الاول كده ومن اول حلقه هنكذب على المشاهدين؟ يا اخوانا خلصونا. حاضر حاضر، خش يا رانيا، خش يا رانيا. حاضر حاضر. أعزائي المشاهدين، عزيزي المشاهد اللذيذ الفظيع، هنقدم لكم النهاردة أولى حلقات برنامجكم الممتع قاع المجتمع. قاع؟ قاع دي منظرها شتيمة. لا حضرتك، شتيمة إيه؟ هي تقصد يعني إنك أنت شاب من الآخر يعني. اتفضل اتفضل. إذا كان كده ماشي، اتفضلي يا أختي. ومعانا نموذج سلوكي نتعرف بيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وليد ستيبن أول فيصل. أحب أصلح الملحوظة اللي قالتها الأخت المذيعة، أنا مش سروجي، أنا سائق ميكروباص. وبابي الأستاذ ستيبن هل كان بيشتغل فردة كاوتش؟ فردة كاوتش؟ إيه العفشة اللي جاية تدبدب فوق دماغنا دي؟ لا 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 لا، مفيش حاجة حضرتك، دي يعني أصل هي مذيعة كوميدي يعني، واعتبرها زي أختك يا سيدي، عادي جدا. مش ممكن أختك تقول لك مثلا تكلمك أي كلام فارغ يعني، أنت تقول لها اعملي لي شاي يا أختي مثلا، فهي تقول لك هو أنت أكتع ما تعمله لنفسك، مش بيحصل؟ بيحصل صراحة. خلاص اعتبرها زي أختك يعني، ما حصلش حاجة. الشيش يا ابني. حاضر يا أستاذ. معقولة يا استاذ حمادها؟ ما ينفعش، معقوله هتضرب شيشه دلوقتي مع حضرتك؟ الدخان هيطلع على الكاميرا يغطي على وش رانيا يعني. اهلا اهلا، والله كويس انك جيت، انت ابن حلال، يا ريت تدوس لي بقى على زر الكاميرا عشان تبدا تشتغل. إيه ما كنتش بتصور من الصبح؟ لا والله لحد دلوقتي لسه. حاضر ادوس لك. ادوس انا؟ ادوس. تدوس ايه؟ انت عمرك دوست على زرايا؟ خلاص يلا يلا خش خش خش. لو سمحت كلمنا عن مأساتك يا أستاذ ستيب. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بس اشتغل سواق على ميكروباص ترس هرم، في يوم من ذوات الأيام الأسبوع اللي فات قبض على العربية، بناشد السيد مساعد مدير الشرطة بتاع عمنا عمرياضي إنه يفك حصر العربية عشان عليها 500 جنيه. إيه ده بس؟ بس مش ممكن، ده 500 جنيه قليل جدا، ده أنتوا بتكسبوا أكتر من كده بكتير، ده إذا كانت الأجرة لوحدها ب 40 قرش وكمان ما بترجعوش البريزة الباقي. ما معيش فكة يا أختي. يا سلام، هات لي بالي، هات كبريت، ما أنا عايزة حقي. مش عاجبك انزلي. ابعت باقي خمسة يا أسطى. على أول الكوبري يا أسطى والله. أنتوا جايين تقلبوني هنا بقى. ما حدش ليه حاجة عندي. يا أستاذ وليد، يا أستاذ وليد اهدى حضرتك، يعني هو البرنامج بتاعنا ده بيتكلم عن الواقع، يعني زي ما ناقشنا السلبيات بتاع سواقين الميكروباص، بعد الفاصل إن شاء الله هنناقش السلبيات بتوع الركاب اللي بيركبوا الميكروباص. إذا كان كده ماشي، بس أنا عاوز أتكلم عن مشكلة الكنبة الورانية. براحتك، اتفضلي اتفضلي. مبدئيا كده الكنبة الورانية تلاتة. بسم الله الرحمن الرحيم، الكنبة الورانية أربعة. ما تعانتش وما ترخمش، الكنبة الورانية تلاتة وإلا هنقعد متزنوقين. متزنوقين؟ طب ما تيجي تسوقي مكاني. يا أستاذ يا أسطى معلش، يا رانيا يا رانيا، النفر الزيادة ده أنا أدفع عنها يا ستي. يا عادل أنت كده بتعلمهم الجشع. جشع؟ لا كده بقى اللقاء ده خلص بقى. حضرتك هي ما تقصدش يعني، هي ما تقصدش، هي تقصد يعني ان هي زي اختك يعني، انت مش ممكن تتخانق مع اختك طول الوقت، بتتخانق معاها وتقول لك يا منيل وبتاع، مش ده اللي بيحصل؟ بصراحه بيحصل. خلاص بقى يا اسطى عديها، هات شايل اللص عشان يعديها يا ابني. انا يا استاذ. خش يلا يا رن، خش يلا يا رن.
وبالنسبة للهباب والعدم الأسود والحاجات والدخان الوحشة اللي بتطلعوها اللي دبحتونا وقرفتونا بيها. ايه يعني اصرف لكل راكب انبوبه اكسجين؟ وايه المشكله؟ المشكله ان انت تجيب انبوبه اكسجين تلف على كل الركاب ورا بعضيهم. ايه هنصرف عليكوا بقى؟ ايه ده؟ انت ما تحترم نفسك يا انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ يعني هكون بكلم مين؟ تاكسي العاصمه بالاصفر اللي لابسهولي ده؟ ايه ده؟ اوعي يا تاكسي، اوعي يا رانيا. يا رانيا يا رانيا حضرتك ليه بس اعصابك يعني سايره طول الوقت؟ يعني اهدى ما يجراش حاجه، يعني زي اختك برضه. زي اختك احترم نفسك انت يا حيوان. يا انت حيوان؟ لا 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 حيوان. لا انت كده بقى عندك حق يا عم، انت تطلع دلوقتي على الاسم وانا يا عم هشهد معاك على قله ادابها هي وجوزها. بس يا حيوان اسم ايه ده؟ انا حق اخده بدراعي. يخرب بيت دراعك، ده راح اكسر لك دراعك من غضاريف وحط حد البتاع. بقول لك ايه، عادي طلع الواد ده بره، هات واحد تاني، هات واحد تاني عادي. واحد تاني؟ واحد تاني ايه؟ واحنا كوبايات؟ انا عارف. انا لو منك ما اسكتش. يا عم يا عم حماده، انت معايا ولا معانا؟ لحظه واحده، طريقك فين يا قصه؟ هرم. تنزلنا اول الكوبري. ماشي. يلا بينا. ايه ده؟ طب وايه، هتسيب العده وتسيب الكاميرا؟ لا بقولك ايه، الكاميرا دي رجعوها لاصحابها وخد الرهن، وانا هرجع لشغلتي القديمه تاني. ايوه واحد فيصل، واحد فيصل. عاتبه. انا اللي هصور يا دول. عجبك كده؟ عجبك كده؟ هنعمل ايه دلوقت؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. مستقبلي الاذاعه اتضرب. لا 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 لا، على فكره بقى انا حاسه انها مكيده من احدى المذيعات المنافسات المنافسينات. بص يا رانا يا حبيبتي، احنا لازم نعترف بخطأنا. الجماعه بتوع المحطه دول مش عايزين شريط يعرفوا من خلاله انت تنفعي تبقي مذيعه ولا لا. خلاص المساله دي سهله جدا وفي ايدي. انا هخليهم يتفرجوا على شريط ما حصلش وانت مذيعه ما حصلتيش. اوكي اوكي. طب بقول لك ايه، هو مطلوب ستايل معين ليا كمذيعه؟ حبيبتي انا هخليكي تعملي كل الستايلات وهم ينقوا. اتفقنا؟ اوكي. مظبوط شعري. اوكي اوكي. طب خلاص خلاص اوكي. يلا وان. اعزائي المشاهدين، من احد توابير العيش ابو خمسه ساغ الطويله جدا، توقفنا لنسال الواقفون في الطابور المنتظرون في الشغف. تعالوا معايا بالكاميرا. حضرتك بقالك قد ايه واقفه في طابور العيش؟ بقالي 3 ايام وسايبه البيت يضرب يقلب. طب ليه حضرتك ما بتحاوليش تشتري عيش من ابو نص جنيه، وده يخليكي تهتمي ببيتك اكتر بدل ما انت متدهوله ومتحببه كده؟ احنا بناكل 20 رغيف في اليوم، في نص جنيه يبقى 10 جنيه، في 30 يبقى 300، وجوزي بياخد 300 جنيه في الشهر. هناكل خضار ولحمه منين؟ هنا تظهر المشكله الحقيقيه. المشكله مش في العيش، المشكله في اللحمه والخضار. انا اقتراحي عليكم ان احنا نعمل طابور للحمه والخضار. معنا نموذج اخر حضرتك. لا 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 نو جامي، انا مش معقول ابدا اكل الرغيف العيش ده بلديوم خالص. انا بشتري العيش ده علشان انا اكله للفراخ اللي بربيها في المنوخ. معقوله؟ معقوله حضرتك بتشتري العيش عشان تاكلوا الفراخ والشعب ما ياكلش عيش؟ هو بيان سور. اولا انا لما اشتري العيش ده واكله الفراخ بتاعتي هتكبر وتربرب، وبعدين انزلها في السوق والناس كلها تاكل الفراخ ومعيش. وجهه نظر اعزائي المشاهدين، احب ان شاء الله اتبناها في حلقه لوحدها. تعالوا نشوف النموذج الثالث حضرتك. بصراحه انا واخده طابور العيش ده حجه، كل ما حد يسال عليا في البيت اقول لهم ان انا واقفه في الطابور. بس انت حبيبتي فعلا واقفه في طابور العيش. اصل بابا جه النهارده ورايا بيراقبني. وده نموذج اخر بنطرحه للشباب الطموح جدا. معانا نموذج رابع حضرتك. لا مؤاخذه يا بنتي ما تاخذنيش، اصل انا مليانه امراض كتير وبتعالج في الاسبيتاليا الامير اللي على الناصيه ديت. بصي بصي الدواء، شوفي الدواء ادويه قد ايه اللي معايا، شايفه؟ وقالوا لي لو عايزه سرير تباتي عليه هات لنا كل يوم 10 ترغيفه من الفرن. بصي الادويه، بصي الادويه يا اختي. ما تاخذنيش يا بنتي. ومضطرين ننظف طبعا.
وده اندماج ما بين وزارة الصحة ووزارة الإسكان. هنشوف نموذج رابع معانا أو خامس. انت فين؟ وانت يا بنوتة يا أمورة يا حلوة اللي موقفك في طابور العيش؟ مش انت اللي قلتي لي اقف هنا يا ماما؟ ايه ياسمين؟ في ايه ياسمين؟ استاذ رفعت هنشيل ده في المونتاج. اوكي اوكي 1 1. والتقينا دلوقتي هنروح للفرانين المسؤولين عن العيش ابو سام. الحلوة دي يا بتعجن في الفجرية وديك بيدا كوكوكوكو أسطعتية. سوري. والتقينا دلوقتي مع العمال النشطين جدا. حضرتك نتعرف بحضرتك؟ أنا الأسطعتية. وحضرتك انت؟ وانا بديك كوكوكوكو. عايزين نعرف منكم يا جماعه ليه العيش قليل؟ ليه العيش ما بيكفيش الشعب؟ بصي، هو حضرتك يعني كل فرن عندنا ليه حصه، يعني احنا النهارده خدنا الحصه بتاعتنا. ايه ده؟ انا ما خدتش الحصه. انت خدت الساعه كام الحصه يا سبعة الصبح؟ يا ما قلتليش ليه؟ هقول لك بعدين. بقول لك انت هو انا مش عايزه اعمل اوعه، انتوا هنا علشان هتقولولي انا عايزه النهارده في البرنامج بتاعي احل مشكله من مشاكل الشعب كله. ايه ده الست دي؟ ده هتخلينا كده هو يعني نقول كل حاجه ولا ايه؟ يعني من غير ما نقصد، يعني ايه الست الجامده دي؟ ايه ده ايه المذيعه الجامده جدا؟ ما تقفرش جامده جدا. عايزه اقول لك ان البرنامج بتاعي ما بيرحمش. حضرتك يعني انا هقول لك بمنتهى الصراحه، يعني هي الحكومه ما قصرتش، الحكومه ادتنا دقيق يغطي المنطقه اللي احنا دي فيها كلها يعني. وبعدين يعني احنا بناخد صراحه نص الدقيق ده، وبعدين احنا بنبيع نص الدقيق ده يعني. وبعدين حضرتك ده الرغيف ابو 5 ساغ، ده الرغيف اللي هو ابو 5 جنيه. بص حضرتك ده قد ايه، وبص حضرتك ده قد ايه. فاحنا بنبيع نص الدقيق في الخباثة من ورا الحكومه. فبس يعني لا، الصراحه بقى تتقال احنا بنبيع 3/4 الدقيق في الخباثة يعني، والربع بس اللي بنوزعه وبنعمل بيه العيش ده اهو. يلا لازم تقول كل حاجه بصراحه. يلا طب يا جماعه من غير خناق، تفتكروا ايه الحل معانا؟ يعني احنا بنطلب من الحكومه يعني ان شاء الله وربنا يكرم باذن الله، يعني ان الحكومه ما دام عارفه ان احنا كده كده بنسرقها يعني، فهي الحكومه تزود الدقيق عشان احنا نسرق براحتنا والشعب ياكل برضك يعني. أعزائي المشاهدين، بكده نكون حلنا مشكلة رغيف العيش في الحلقة دي. أشوفكم في الحلقة الجاية. والحلوة دي قامت تعجن في الفجرية. باين لي دي اوكي. لا بص يا فتحي، خش زوم اوت عليها، زوم اوت، خش عليها فتحي بقى. طب اوكي خلاص يلا. 1 1 1. من احد شوارع القاهره العامره بسكانها السائرين طول النهار رايحين جايين خانقنا كده، التقينا باحد المواطنات حبينا نروش عليها. تعالوا معايا. حضرتك مزموزيل، انت ايه اللي ماشيكي يعني دلوقتي في انا مدام مش مزموزيل؟ طب يا مدام يعني انت ايه اللي ماشيكي في الشارع؟ انا موظفه هيئه النقل والمواصلات حضرتك، وكنت بدور على مواصله اركبها عشان اروح وظيفتي. مفيش اي مواصله بتخدم على المكان دوت اللي احنا فيه. احنا بنشهد المسؤولين في كل حته في مصر ان هم يخدموا على المواصلات على المكان اللي احنا فيه دوت. خلاص يا امي خلاص، هنقابل حد تاني في الشارع. مين معاك حضرتك؟ نعم. ايه اللي ماشيكي دلوقتي في الشوارع؟ رحت اشتري طلبات لجوزي وعايزه اروح، مش عارفه لا في تاكسي ولا اوتوبيس ولا حاجه. اوف، ايه ده؟ اف زهقوني. تعالي يا ماما، انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ انا كنت مزوره من الجامعه مع تامر صاحبي، وبعد كده اتخانقت معاه، قام الواطي منزلني من العربيه وقال لي روحي لوحدك. شايفين الناس؟ مش ممكن. مش حبيبتي انت ايه اللي ماشيكي دلوقتي؟ انا مش معقول، انا واقفه تحت الشجره بقالي ساعه والشمس حاميه خالص ومستنيه الميكروباص، ما جاش لحد دلوقتي. طيب يا موز يا امو، تعالي يا شاطره، تعالي يا حبيبتي، تعالي قولي لي يا شاطره يا اموره، انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ مش انت يا ماما اللي قلتي لي روحي جاي روحي كده يعني؟ يا ياسمين حرام عليكي، كل مره بقى تبوظي لنا المقدي. اوعي. معلش يا استاذ رفعت، انا اسفه، هنشيل ده في المونتاج. طب هنكمل خش عليا.
أعزائي المشاهدين، إحنا شفنا دلوقتي إن المشكلة الرئيسية للشعب هي المواصلات. يا ترى إيه الحل؟ توك توك. الله، توك توك حلوة أوي المواصلة دي. أخيراً أخيراً هلاقي حاجة توصلني هيئة النقل وأروح الوظيفة في معادي. يا ترى التوك توك ده بياخد فيزا كارد عشان أنا ما عنديش فيليسيون. ماما أنا عايزة أركب التوك توك. حسبي يا ماما. حضرتك يعني كقائد مركبة توك توكية يعني شعورك إيه يعني؟ عدم المؤاخذة يعني ما احنا المركبة الكركوتكية اللي حضرتك بتقول عليها دي يعني انا مش عاملها مثلا عشان يعني غاوي يعني لا ولا عشان انا مثلا مش لاقي شغل ولا حاجة، لا انا عامل ده خدمة للشعب اللي مش لاقي مواصلة توصله. والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توك 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 توك. معلش يعني حضرتك يعني بتمشوا من غير رخصة ومن غير نمرة، وده يعتبر مخالفة من الاخر يعني. رخصتي يا حضرتك اذا كنت انا مخالف ذات نفسي يعني، وبعدين ما يعني عدم المؤاخذه يعني الحكومه سابتنا نخالف وسابتنا نمشي، وبعدين هل الحكومه يعني عدم المؤاخذه وفرت مواصلات والناس سابوا المواصلات وجم يركبوا التوك توك 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 كده؟ يا جماعه هنبقى حطينا ايدينا على لب القضيه، تفتكروا بقى ايه الحل؟ خايفه عادي؟ لا بجد خايفه 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 يعني. يا حبيبتي ما تخافيش، انا مؤمن بموهبتنا واحنا الحمد لله بعتنا الشريط للمحطه بتاعه تاتا تي في، اكيد يعني هيعجبهم لان مبذول فيه مجهود جامد جدا، ما تقلقيش خالص. عادل عادل رانيا جالكوا جواب من تاتا تي في. وطبعا انا فتحته وقريته كالعاده. طبعا جماعه جماعه مبروك عليكم، خدوا اقروا الجواب واستمخوا واستمتعوا والليله ليلتكم، ويا رب دايما انا جلابه الخير. شكرا يا سناء. شكرا خليك يا سناء. ايه الهبل ده؟ ايه عادل لازمته الكلام ده؟ ما تقرا يا حبيبي. حبيبتي ده اللي مكتوب في الجواب. طب كمل. ايه العبط ده؟ ايه عادل بقى الالفاظ بتاعتي دي؟ عادل لو سمحت حافظ على مشاعري. هو انا اللي بقول حاجه من عندي؟ ده اللي كاتبينه. ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ ايه الرخامه والرزاله اللي انتوا فيها دي؟ انت ما تنفعيش تبقي مذيعه، انت اراجوز في سيرك، لو هوبت في شارع ماسبيرو اللي فيه التلفزيون هنديكي بالجزمه. بس بس لا لا لا، لعلمك لعلمك بقى ده جواب تهديد من منى الشاذلي. طبعا خايفه اخد مكانها. مكانها ايه بس؟ مكانها ايه يا رانيا؟ وانت اصلا تعرفي ايه مكانها فين؟ الحل دلوقتي يعني الحل؟ ما تقلقيش انا مؤمن بموهبتك، انا اللي اخرجت البرنامج وشايف ان البرنامج ده هيكسر الدنيا، حتى لو تاتا تي في مش عايزين البرنامج هنروح لمحطه منافسه، في محطه فسح تي في ممكن نديهم البرنامج اكيد هيعرضوه، وما دام اسمها فسح يبقى اكيد عندهم اماكن للبرامج دي. خلاص ماشي. ايه بتفكرني بالقطيع؟ اه وانتوا برضو صور عليكم جميله فظيعه فظيعه فظيعه. عارفه بتفكرني بايه؟ ايه؟ عارفه الشراب المقطوع اللي كان ضاع مني من فتره طويله كده؟ اه ماله؟ مش لقيته امبارح الحمد لله. اه لقيته لقيته. ومين ده يا بابا؟ ده ايه ده؟ الصوره دي ايه اللي جابها هنا؟ انا كل ما ارميها ترجع لي تاني ولا ايه؟ يا سناء ازيك؟ الحمد لله كويسة يا حبيبتي. الصورة دي بتاعت بابا هو صغير لما كان بيستحمى في النافورة بتاعت الحديقة الدولية. طب يا بابا هو انت ليه كنت بتستحمى قدام الناس كده؟ لا يا حبيبتي انا كنت بوري يعني الاطفال ان الحمى دي حاجة كويسة جدا، لان انا كنت قدوة بالنسبة للاطفال كلهم يعني. طب ما تاخدنا انا وماما نروح نستحمى هناك؟ لا ماما ممكن يجي لها برد من الحديقة الدولية. عادل مين ده يا عادل اللي ماسك عصايا ده؟ ياه دي كانت ايام، ده جدي وكان على طول بيضربني بس انا ما كنتش بسكت له. يا سلام كنت بتعمل له ايه بقى؟ كنت بجري منه على طول. الله يرحمه بقى. الله يرحمه ده ايه؟ ربنا يديله الصحة وطولة العمر. يا سلام يا سلام، ده عامل زي الفرس الرماح. فرس رماح ايه؟ هو لسه عايش؟ امال بقاله فتره طويله ما رنليش يعني. معلش يا حبيبي ما انت عارف ان هو بيتنقل من بلد لبلد، وبقاله 5 سنين دلوقتي في المغرب، والدقيقه غاليه موت. دقيقه غاليه ايه؟ ده كان بيرنلي انا اللي كنت بكلمه يعني. دقيقه ايه يا ماما؟ ماما هو ليه جده مش عايش معاك؟ بكره براءه الاطفال بكرهها.
اهلا وسهلا بيه حبيبتي في اي وقت. اهلا وسهلا بيه فين؟ يعني هتديني نص السرير بتاعك ولا ايه؟ جرايه عادل، هو جدي ولا جدك؟ اهو نفرش له في المطبخ. مطبخ؟ مطبخ يا حبيبتي يا بواقي الاطباق انتي؟ ده انا ابويا بيشتغل بقاله 55 سنه بره، يعني يوزننا كده ذهب. يوزننا ذهب؟ الا ما شفنا منه ربع كيلو ذهب، ثمن كيلو ذهب، هو بس يا ماما كلامه خلاص ولا هو زعلان منك مثلا وبيعاقبك؟ ابويا عمره ما قصر معايا، ده دخلني مدرسه الابجديه بنات، احسن مدرسه في الكف. قصدك بقى الابجديه حروف مش بنات يعني. لعلمك بقى جدنا ده كان بخيل جلده، ده على كده عنده ملايين مولفه. فعلا ملايين مولفه على بعض، يعني تلاقي الجنيه مولف عن نص جنيه، ويعني مثلا الجنيه عمره ما يقول للنص جنيه يا نص جنيه يا مهربد، ولا مثلا نص جنيه يقول للجنيه اللي مالكش قيمه. لا 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 لا، ملايين مولفه على بعض، مش كده ولا ايه؟ بتقوله ده، انا اقصد اقول ان هو حلو كده وماسك نفسه، يعني انا اقصد اقول ان في الصوره اللي انا اديتها لك دي كان عمرك 12 سنه وهو كان شكله كبير، معناها ان هو دلوقتي معدي السن يعني وبقاله خطوه و... انت قصدك ان فاضله سلمه يعني. يا رب يا رب ابني له دور زياده في الجنه ان شاء الله يا رب يا ماما. وانا حاسه ان جدي تعب من السلم وتعب من هنا ومحتاج يريح شويه هناك. يا حبيبي يا بابي، يا رب يديك الصحة وطولت العمر ياللي ماليش غيرك في الدنيا. ما هو واضح اهو يا ماما ان ربنا مديله الصحة، احنا عيلة معمرة، واضح انها بتعيش لأتفه الأسباب. إيه المهم يعيش براحته ان شاء الله يعني، وربنا يديله الصحة وطولت العمر وكل حاجة، بس يعيش مستقل يعني بعيد عننا يعني. تفتكر انه هيعيش في الزريبة دي؟ ده لو بابي جه، لو جه مش هيقعد هنا ابدا، لا لا لا، ده هيبني له قصر زي بتاع فيلم العار كده. أنا ما بحبش الفيلم ده اللي إخوات بيتخانقوا فيه بسبب رؤى. لا هما ما اتخانقوش بسبب رؤى، هما اتخانقوا بسبب إن حسين فهمي ما كانش عايز ينزل المية بالليل لو تفتكروا الفيلم يعني، وكان بردان وجات له رعشة كده أهو، وخايف بقى تقريبا من اللي هو الأسماك المتوحشة اللي في المية، مع إن ما فيش أسماك متوحشة يعني في اسكندرية خالص يعني، وبعدين السباحة هو كمان أكيد ما كانش بيعرف يعوم كويس، عشان كده يا ياسمين بقول لك لازم تهتمي بدروس السباحة. يعني هشترك لي في النادي؟ هشترك لي في النادي؟ هو انتوا طبخين ايه النهارده بقى يا ماما؟ انا مش شامم ريحه شياط ولا حاجه النهارده يعني. بابا هتشترك لي في النادي؟ يا ياسمين ما انا اشتركت لك في المدرسه، انت عايزه اشتراكات وخلاص؟ هتعملي ايه بكم من الاشتراكات والكرنيهات اللي هتمشي بيها في الشوارع دي؟ ما فيش اشتراك في نوادي، هو المدرسه كفايه كده. يا حبيبي يا بابي. ماما الطفله المعجزه. عليكم السلام يا دولة. ايه اللي بيضحكك كده؟ امسك يا عم جالك جواب يا دولة. يا سلام، جواب بيزغزغك قوي يعني بيخليك تضحك قوي كده. هتقعد تقرا دلوقتي وتعرف. ولا رمزي، انت قريت الجواب ده ولا ايه؟ ايه يا دولة عادي يا عم، وبعدين مش انا هنا هو يعني بمثابة ابن عمك. بمثابة دي الكلمة دي مش بتاعتك، أكيد قريتها في الجواب، أنت أول مرة النهاردة تقول بمثابة دي. يا دولة يعني بمثابة عم، يعني كأن مش شيئا لم يكن يعني. اقرا يا دولة اقرا وهتعرف دلوقتي. اقرا واعرف ولا انت عرفت الكلمة دي؟ وما دام انت بتقول لي اقرا وهتعرف يبقى انت اكيد قريت، انت قريت الجواب ده يا رمزي. يا دولة وربنا ما قريته يا عم، انا سمعته بس. سمعته ايه؟ هو سيدي مبعوث جوه؟ لا يالا ولا انت ما دام ضحكت قوي كده يبقى اكيد الجواب ده فيه حاجه اذيه ليا، صح؟ صح ان شاء الله. صح ان شاء الله. في ايه يالا؟ في ايه يا دوله بقى؟ بص لو مكسل تقراه يا عم هروح ابعت للواد فتله يجي يقراه لك، ده هو قراه زي البرابانت في القهوه قدام الناس كلها دوله، والناس قعدت تسقف وتضحك، ده انا سايبهم بيضحكوا دلوقتي على القهوه. يخرب بيتك، انت بتخلي جوابات الشخصيه تتقري في القهوه يالا، انت اتجننت. طب وايه يعني يا دوله؟ عادي يا عم، ما الواد فتله وحته صبيان المعلمين كلهم بيقعدوا على القهوه ويقعدوا يشتموا بقى المعلمين ويقعدوا، امال يعني المعلم او انت؟ لا ده لازم يتشتم يا دولة ويتقطع فروته. وبعدين انت يا دولة سيد المعلمين. يا سلام، بتشتمني وبتثبتني في نفس الوقت، يا ده ايه الحلاوه ده؟ انا هبهدلك النهارده. اصبر. يا دولة بقى والنبي بقى ما تقطعش عليا ضحكي يا عم بقى، اقعد يلا اقعد اقرا كده وتسمعني علشان اقعد اضحك.
ويا دولا والنبي ركز شويه على الكوبليه اللي هو بتاع وسأأتي قريبا. سأأتي قريبا بتضحكك. يلا قول يلا اطلع بره. يلا اطلع بره. ماشي انا افرجك ان ما ربيتك يا رمزي. ماشي يا دولا. انا الحمد لله بقى ان انا صورت 50 نسخه 49 نسخه وزعتهم على القهوه على الناس والبازارات ومعايا النسخه مشفره. يا دولا اطلع بره بره. وسأأتي قريبا. ماشي يا رمزي ماشي. يا نهار اسود. سأأتي قريبا. سأأتي قريبا. بابي جاي. الحمد لله سندي وعزوتي جاي. عارفه يا ياسمين بابي جاي. ايه بابي جاي؟ بابي جاي هيجيب لك معاه حاجه حلوه يعني يا ماما؟ لا لا هيجيب لك شويه بنجر بتينو من البلد دي. فشارتي يلي من غير بابي. يا قلبي انا حاسه باليتم. انا يتيمه. ايه يا ستي في يتيمه؟ انت جايه تكتشف النهارده انك يتيمه. الله يرحمهم دول ماتوا من زمان جدا وبعدين حاسه باليتم. اوديكي ملجا يربوك خلاص. وده هيقعد فين بقى ان شاء الله؟ هو احنا ناقصينه؟ يقعد مطرح ما يقعد. الشقه كلها بتاعته. بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه ماليش دعوه. السرير بتاعي محدش هيقرب له ولا ينام فيه. وبعدين انتوا ليه فاكرين ان هو هيجي يقعد عندنا؟ يمكن جاي يزورنا ويتكل على الله. وانت ما يعني ما سمعتيش الجواب؟ اما انا قريت لكم 100 مره. اهو اهو ادي الجواب اهو. طب اقراه تاني كده خلينا نحلله. حاضر يا دكتوره التحاليل. حاضر. بصي بديها غباوه ازاي. ازيك يا بنت يا انعام؟ بخير يا بابي. يا بنت ويا بابي تركب ازاي دي؟ اي المهم يعني بيطلع حاجات عجيبه عندنا في العيله. المهم انا جاي اعيش هنا، اعيش معاكوا في بيت الواد الهفق اللي اسمه عادل، اللي انت يا انعام شاريهوله بفلوسي لان انا ما لقيتش الفلوس على الارض، واللي مش عاجبه يحط راسه مطرح ما يحط رجليه. راسه مطرح ما يحط رجليه؟ دي حركه صعبه قوي. ده بيقول حاجات مستحيله اصلا. سأأتي بقى اكتر كلمه مضايقاني. سأأتي قريبا. ابعتولي العنوان. المحب لكم دائما جده رواش. ده بقى مش جاي يزورنا، ده جاي يكتم على نفسنا. ده لو بعتنا له العنوان. بس احنا ممكن قوي ما نبعتلوش العنوان، او ممكن نتوهه، او نبعتله العنوان غلط. بس ده يبقى كذب والكذب حرام. بص يا ياسمين يا حبيبتي، جده لو جه هيطلعك من اوضتك وينيمك في المطبخ. بابا مش انت قلت لي في حاجه يا بابا قبل كده اسمها كذب ابيض؟ كذب الابيض. وده هايل ما شاء الله. طب ده شكله ايه؟ كدب الابيض ده بالظبط عامل زي اللي احنا عايزين نعمله مع جده كده. وفي كدب تاني مدور، ده هنعمله مع تيتا بعدين ان شاء الله. طب يلا نجرب. انا مش مصدقه ان قله التربيه وصلت بيكوا للدرجه دي. طب ما جه ده اولاد اولاد التربيه. ماشي. ايه ده؟ هو انا قلت حاجه؟ بس يا بت بلاش قله ادب. شرب انعام شرب يو. وبعدين لما بتقولي ان الراجل ده عنده فلوس كتير قوي جاي يقعد على ارابيزاتنا ليه؟ حنين بنته وحشته جاي يقعد معاها. حنين ايه بس يا ماما؟ حنين ايه؟ انت ناسيه وانت عندك 12 سنه بايده خلع لك سنتين، جايه النهارده تقولي حنين؟ وبعدين يا ماما احنا بنحب جدي وكل حاجه، بس بنحبه من بعيد لبعيد زي القمر كده، بنقعد نبص للقمر بعيد وبنحبه من هو بعيد ما بنروحلوش. الانسان طلع القمر، ايه رايك بقى؟ يا ماما هنعمل ايه؟ هيقعد فين؟ ما انت شايفه الشقه يا ماما، هيقعد فين؟ يا جماعه انا جالي الحل. خالتي سميحه بتاعت امبابه
دلوقتي هي قاعده لوحدها، وجدي طول عمره بيحبها قوي قوي اكتر منك يا ماما. لا بيحبني انا اكتر منها. يا ماما اسره بيحبكم انتوا الاثنين قد بعض، ما تزعليش نفسك. نبعت له عنوان خالتي سميحه بتاعت امبابا، يجي هو من المغرب على خالتي سميحه ويقعد عندها هناك وما يجيلناش. هو ده احسن حل سمعته. الحمد لله الحمد لله يا رب، زحمه وراحت من قلبنا. من فضلك ما تتكلميش عن بابي بالطريقه دي. وات بابي بلد جو بياش عقول اسمها بابي؟ وبعدين اصلا الكلمه دي ما كانتش طلعت وانت صغيره. يا جماعه يا جماعه لو سمحتوا لو سمحتوا، يعني مش ناقصه ان انتوا كمان تتخانقوا مع بعض، كفايه المصيبه اللي انا فيها. يا خساره، مكتوب علينا نسيب حبايبنا ونقعد مع نصايبنا. جاتكم نيله نسايبنا نقعد مع نسايبنا، مش انتوا نسايبها؟ خلاص يا ستي والنبي يعني بصوا مش ناقصين مشاكل بينكم من بعضيكم، كفايه المصيبه اللي جيالي كفايه المصيبه اللي جيالي. رانيا رانيا رانيا، هو جدي فعلا يعني هيروح يقعد عند خالتي؟ طيب وانا مطلوب مني ان انا ابعت له العنوان بتاع خالتي مش كده؟ ايوه عادل، وسيبنا نايم من فضلك. بس خالتي سميحه دي اصلا مش سهله خالص، دي اتجوزت قبل كده 5 ورثتهم بوحشيه. بس يا عادل عايز انام. ممكن تضحك على جدي يعني لو قعد عندها وتاخد الميراث بتاعه كله، وخصوصا انها خلاص كبرت ما ينفعش تتجوز حد تاني يعني. يلا بكره بقى نبقى نتكلم في الحكايه دي. عادل عادل عادل، انت قلت ايه؟ قبل التشخير، الكوبليه اللي قبل التشخير، تضحك عليه وتاخد الورث؟ هو الراجل جدك ده غني للدرجه دي؟ الراجل عمره يجي 100 سنه، وفي الحقيقه العلميه مفيش انسان باستطاعته ان يعدي حاجز ال 100 سنه في الحقبه التاريخيه الحاليه. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا ياسمين. هو بابا نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مجيدة. صباح الخير يا نعام. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا تيتا. ايوه عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا خالتو. صباح الخير يا طن. صباح الخير يا نجلاء. هو ابي عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير. صباح الخير يا مجيدة. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا عمته. هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا نوجة. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا سناء. صباح الفل. مامي هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير. السلام عليكم. رمزي. هلا رمزي. يا رمزي انت يا زفت يا رمزي. نعم يا دولا. خد شد لي التلغراف ده. لا يا دولا انا مش هقدر اشد يا عم، بص انا دراعي خد لين من ليله امبارح من شيل التماثيل يا دولا، وبعدين على فكره انا هروح اربطها برباط ضغطي دلوقتي. ضغط انت اللي هترفع لي ضغطي. رمزي هتروح مكتب التلغراف تبعت التلغراف ده لجدي. يلا. حاضر يا دولا. دولا هو قال جدك دون يعني اكبر منك؟ لا هو من دوري تقريبا يعني، او يمكن حتى كمان انا اكبر منه بشهرين. طب هو دلوقتي يعني عنده كام سنه دول؟ يعني جدي بقى ربنا يديله الصحه يعمل له من 65 ل 90 سنه. طب دول هو يعني ايه يعمل له؟ يعمل له يعني يجي له يعني. مين بقى اللي هيجي له؟ انا انت عارف يا رمزي ايه اللي مصبرني عليك؟ ايه بقى يا دول اللي مصبرك عليا؟ ايه؟ تصدق ولا حاجة ولا حاجة مصبرين عليك. اطلع بره يا رمزي، اطلع بره، ابعد عن وشي، اطلع بره. طيب يا عم بقى خلاص. دولا هو جدك رواش دون يعني لما هو بعتلك الجواب على البازار هنا على العنوان ده، امال ليه بقى هو عايز عنوان تاني ليه؟ هيجي يسكن في البازار؟ انت مالك؟ يلا اتكل على الله. طيب اتكل على الله. امال هيسكن فين؟ طيب انت مالك؟ اطلع بره، اطلع بره. ماشي بقى يا عم بقى، الواحد ما يستفسرش في حاجة. سأأتي قريبا سأأتي قريبا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه انا ازاي اوافق ان كنت تتوهوا بابي؟ يا ماما احنا عارفين ان انت ما وافقتيش ولا حاجه يا ماما. اه بس سيباكوا تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. يا ماما يعني احنا سيبناه يبات في الشارع؟ ما هو بقت عند خالتي سميحه في شقتها الشرحه السرحه البرحه دي من وسعها يا ماما يلعب فيها كوره ويقسم ويباظ ويلعب ماتش كوره هو واصحابه. في اصلا واحد عمره عدى ال 100 سنه بيلعب كوره اصلا؟ انت اصلا ما تعرفيش جدي ده. بصي جدي ده فظيع، بيلعب كورة وبيلعب كرة سلة وبيلعب كرة باسكت، فظيع فظيع فظيع. غير بقى الإيقاع المائي، غير الباليه المائي، غير الجمباز، غير السباحة العادية. طبعا دي أنشطة كتير جدا. ماما 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 على فكرة انت مش زعلانة عشان احنا ادينا جدي عنوان غلط، لا انت زعلانة عشان ادينا له عنوان خالتي، لان انت اصلا ما بتحبيش خالته في مشاكل بينكوا. صح صح يا ماما، حتى بالامامه ما بتكلميش خالتي بقالك 25 سنه. اه عشان خدت السلسله القلب ام فصين اللي امي اشتريتها لي. قلب وفص ايه يا ماما؟ دي 18 جنيه وفالصو. وبالمناسبه السعيده دي عملت لكم عصير برتقال بالحبيبات فظيع فظيع فظيع، بس صبيت كوبايه واحده ليا. دولا حبيبي حبيب قلبي، ازيك يا دولا؟ يا الواحد تعب من طلوع السلم، ازيك يا دولا؟ انت ايه اللي في ايدك ده؟ دي كوبايه عصير يا دولا. لا يا لا اللي في ايدك التانيه يا غبي. اه لا يا دولا، دي بقى الشنطه الصغيره اللي جدك رواش قال لي خد طلعها يا دي رمزي، وانا هطلع الشنط الكبيره بقى. وبعدين قال لي كمان انت خيخه باين عليك. يا يعني ايه خيخه دي يا دولا؟ خيخه؟ خيخه دي كلمه محدش بيستعملها من زمان، هي عموما شتيمه، بس بالنسبه لك انت تبقى مدح يعني. الراجل ده استدل على عنواننا ازاي يا عادل؟ مش انت اديت له عنوان خالتي يا عادل؟ يا حبيبي يا بابي اخيرا سيلتق الشتات. انا عايز اقول لكم يعني ان احنا وخالتي واحد يعني. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني يعني ملوش خير في اهله ملوش خير في البازار. انت ايه اللي موقفك هنا؟ اطلع البازار يلا يا رمزي. لا يا دول انا عايز احضر اللحظه التاريخيه دي يعني يا عم بقى، لحظه وصول المومياء. بعدين يا جماعه على فكره يعني من غير ما تندهش ولا تضايق ولا اي حاجه، قبل ما يطلع جدي هقول لكم بسرعه ان انا كنت فعلا كتبت العنوان بتاع خالتي، وبعدين ايه لقيت ضميري صحي وقال لي ايه يا عادل انت بتستهبل، ضميري صحي وقف لي ده جدك يلا، يعني الجذور يعني الاصاله يعني العراقه يعني الكرامه يعني ابو امك. يعني انا يعني انت يعني على بطنها تنور على صدرها تنور. اطلع من دول، انت بتعمل ده كله عشان الميراث. وفيها ايه يعني؟ انا بضرب عصفورين بحجر، حجر منهم هيجي في ان انا الم جدي وشوتات جدي من الشوارع، الحجر التاني ان شاء الله يضمن لنا حقوقنا باذن الله يعني. يا رانيا يا رانيا، انت عموما بعد كده هتشكرين ان شاء الله لما تلاقي نفسك بتصيفي في فرنسا. يا دولا والنبي ابقى خدني معاك يا دولا. ها بس ابقى اقطع لي الفوزيتا يا دولا يا نقلو يا ان شاء الله جدي بقى هيقطع لنا كلنا الفوزيتا. الواد الهافة اللي اسمه عادل. تاتي عادل يا هافة، احلوات وكعورت كده ليه مات؟ انا مش عادل. امال انت مين يا عمر؟ يا جدي يا جدي، دي مراتي يا جدي. جدو هاف كده قطع هزق. اقول لك ايه يعني؟ اقول لك يا انكل جدو، شايف الواد وقلة ادب وانعام؟ شايف الواد وقلة ادبه؟ يا نهار اسوح يا نهار، يا انت انا السبب في وجودك يالا. معلش يا جدو، من حفر حفرة لاخيه وقع وترزع هو فيها. اسم الله عليك يا دول، انا فضلك دارك. بتزيط انت في الزيطه، وبتنسى ان انا بديك بالجزمه واحنا لوحدينا. يا اخوانا مش معقول كده حد يجيب كوبايه ميه للراجل طالع السلالالم دي لوحده. سلالالم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين العسل دي؟ الله. يا جدي يا جدي، دي حماتي يا جدي. حماتك؟ بس يلا بس اسكت خالص، ما تتكلمش، سيبنا انا قاعد كده في وسط بستان الورد اللي انا خدت منه ورد ده. هاي عليكم. ودي بقى الاموره الحلوه دي تبقى بنوتي برضه. يا نهار اسوح على صينيه البسبوسه اللي احنا وقعنا فيها، وايه اللي معاكم مع الواد الهوزق ده؟ هو في ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ عملت لك حاجه؟ بقى تبقى عارف ان ستك سيدك اللي هو ابو امك اللي كان السبب انك انت امك جت
وجاي النهارده في القشاش مش تقف في المحطه تستناني يا جعير. يا جدي قشاش ايه؟ القشاش ده بيطلع وهو وظروفه، اقعد انا بقى مستنيك في الشمس يعني لغايه ما دماغي تتقور؟ ما كنت تقول لي يا دوله وانا افتح لك الشمسيه يا عم. انا اللي هفتح لك دماغك دلوقتي، اسكت خالص. معلش يا بابي، عادل ده طيب قوي، ما هنش علينا انك تبعد عننا، فاصر انك تيجي تقعد معانا. شفت بقى يا جد انا طيب ازاي؟ طيب ايه وصفت ايه؟ ما لازم اقعد هنا، ما ده بيت انا اللي شاريه بفلوسي. ده شاريه ايام ما كان الجنيه جنيه بقى. وهو الجنيه عمل عمليه بقى ربع جنيه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا جد، الكيسه الجميله دي جايب لي فيها هديه جميله؟ البت دي هبله، لا دي عده التشجيع بقى، يعني احنا هنا اهو في الكيسه دي كنا نطلع بقى الاعلام ما تكون في الماتش رون. طلعين بقى اقول وبعدين بقى ايه بالصفافيه اربعه عشان نلبخ الحكم وبعدين وبعد كده بقى ايه نقوم بالطوب ده بقى ونقوم في دماغ الحكم ده لانكم بتتغلبوا طبعا. المفروض بقى يا كيتو انك تبقى عندك روح رياضيه. ده بيطلعوا روحنا روح رياضيه ده، واحنا ده مفيش بقى، ده احنا حتى ما بنتعادلش حتى. ربنا يسهل بقى جدي وتتعادلوا كده من حين لاخر. يعني ايه من حين لاخر يا دوله؟ يعني تغور من وشنا وتغور من هنا، كفايه علينا العضو الجديد في الفريق، ولما نشوف مين اللي هيقعد على دكه الاحتياطي. بقول لك ايه يا عادل، انا جامي 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 هسيب الاوضه بتاعتي لاي حد. ها وانا عادل هفا، وانا بقى الاوضه بتاعتي بقى بيبقى فيها ايه بقى؟ بيبقى فيها مثلا مروحه في السقف، فيها سرير وبتطل بقى على الخضره، على الخضره وعلى الميه. وما قلتش ليه والوجه الحسن يا جدو؟ ما هو ده كتير اهو، يعني كله حلو وكله حسن. خضره وميه ووجه حسن، افرش لك في الحمامه جدي. شوف الواد الهوزو، الواد الهوزو. يا بابي انت هتقعد في اوضتي عشان انام في حضنك. ماما وبالمره بقى يغطيكي ويحكي لك حدوته قبل النوم. اه ويمسك رجلاتك ويعمل لك زغزغيشين تيكلينج تيكلينج. اوعى تعمل كده يا بابي اوعى. مفيش يا حبيبتي، تيكلينج تيكلينج ده ناس هبله. ماما ازاي انا وانتي وجدي او ياسمين يعني ازاي هننام كلنا في اوضه واحده؟ حصرت الصيف واسعه. وبعدين لا لا لا، وانتوا هتسيبوا واكل ايه يعني؟ لا مفروض الستات بقى يقعدوا هما مرتاحين كده هو وركالة هما بقى اللي بيضحوا يعني، ولا البيت ما فيهوش رجالة. أنا ضحيت وبعت لك عنوان البيت. أنا عندي فكرة يا جدو. جدو 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 جدو، إيه رأيك يا جدو تروح تنام في أوضة الدولة؟ بيت اللي خلفوه جوه عشان كل شوية تعزم على ناس ما نعرفهاش؟ تتبرى مني يا جعير، ده أنا كنت في قصر، كنت في قصر وعايش معاشعش ومخرم طول الوقت، وبعدين يعني أنا عايز أوضة. بص أنا هسرح ومطرح مبروك. نزرع شجرة. بس يا هبلة. أنا؟ بتتريق على جدك يا بنت. لا ده أنت وقعت مع جد، ده أنا أصيع جد طالع في الشرقية الغربية. أنا آسفة، أنا آسفة جد، آسفة حقك عليا. يا سلام، القوي فيه اللقوة منه. جدو اشتمني، اضربني، بص بص أنا مبهور بيك يا جدو، أنا مبهور بيك. الواد ده شكله طيب، وحيوان على صغير كده يعني إيه على أهل على بجدع يا جدع. طبعًا، وراحة الجسم تبدأ من القدمين، خد رمزي يا جدي وهديك فوقيه شراب هدية. بابي، هو أنت ما جبتليش هدية معاك وأنت جاي من السفر؟ هدية؟ آه هدية، جبت لك هدية، آه هدية. أنا كفاية عليا إن أشوفك يا بابي. أنا كفاية عليا أشوفك يا بابي، اسمها بابي، وبأمارة إن أنت بتدوري على الهدية. طبعًا، جدي ده أصلًا مليونير، وهداياه فوق مستوى تصوراتنا. بص بقى المفاجأة بقى أهي. أدي. جبت لك بقى خمس حقن. خمس حقن دول أنا كنت جبتهم بقى لما كنت بقى في المستشفى اللي هي الوطنية بتاعت ليبيا، بتاعت ليبيا، وكان معايا بقى ممرضات، كنت أنا بقى مع الممرضات نقعد يلا. ميرسي يا بابا. بس لازم أنت بقى إيه تغليهم في النار الأول عشان الميكروبات تطلع منهم، عشان كان في بنت ممرضة عندها وأنا كنت يلا. فوق مستوى تصوراتنا وأحلامنا. ايه حتى عايز حاجه تاني؟ انا يا جدي ما جبتليش هديه معاك انا كمان؟ هديه جبت لك ايه البت الهبله دي؟ ايه البت اديها حقنه اديها حقنه. انا مش عايزه حقنه يا جدي، انا عايزه هديه. بعدين عشان دماغي يلا. يا ساتر يا ساتر. ايه
ما البيك كله قاعد قدامك هنا يعني، وبعدين انت رايح على فين؟ انا هخش ومطرح ما هبرك بقى ايه، هو ده المكان اللي انا هنام فيه. يا ساتر. لا حلو حلو. طب اطلع لي هنا على ساكنه. اوكي انزل يا قرد، انزل يا قرد، انزل يا قرد. ها جدي، اوضه ما عجبتكش طبعا. الاوضه دي بقى هتبقى قبلي مثلا ولا ايه؟ وحر جدا 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 لعلمك يا جدو، درجه الحراره في الظل بس 80 درجه فهرنهايتيه، ولعلمك انا جايبه الحكايه دي من الارصاد الجويه. ارصاد جويه؟ انا بابا بحب اللي هي الاوض القبلي دي، انا احسس كده ان هي حلوه يعني. بس انا عارف يعني يا جدي بتلاقيها قبلي ساعات وساعات بتبقى بحري، وما بتبقى بحري بيبقى بحر بقى يعني هوا جامد جدا، وما بتبقى قبلي بتبقى قبل بقى يعني بتبقى حر جامد جدا. بس انا عارف برضو البلاط اللي هو ساقع يعني، وبحس انا بتراوى رجليها ما بتسخن بشلت على طول، انا بمرق بقى دي، فعشان كده انا حابب دي. وبعدين انا ليا فيها ذكريات. ايه كنت عايش فيها قبل ما تتبني مثلا؟ لا اصلا شبه الاوضه اللي انا كنت عايش فيها في زريبه عبده. يا جدي بس دي مش زريبه، دي اوضه انا ومراتي. تبقى ايه؟ تبقى زريبه. حلو. انا ابراهيم، انا انت كويس انا. واحنا بقى ان شاء الله يا جدو كده كاصحاب البيت هنروح ننام فين؟ ننام في زريبه عبده طبعا. لا ما هو بقى نقل بعد ما مات الله يرحمه بقى. خد يا بنت انعام، خد تعال. نعم يا بابي. خد يا بنت انعام، انا جايب لك مفاجاه حلوه قوي، جايب لك هديه. خد اهو شويه حقن اهو، كملي شويه الحقن اللي عندك عشان يبقى عندك الحجم الكبير وعندك الحجم الصغير، مش اديها كده اهو بعدين بتحط فوق اهو. شكرا يا بابي. شكرا على ايه؟ انت هتعمل لهم عقده يا ماما. جدي معلش يا جدي، الاوضه دي مش هتنفع لان دي اوضتنا. طيب اه بس يلا بس يلا، الواد ده رخم قوي قوي. دولا ده رخم يا بابا. والاول انا مش مستوعبه ومش مستضافه. خد يا ده افتح بقك سكر قوالب يا ده. انا اتبسطت بيك، هات خد ربنا يخليك يا بابا. سيستو خلاص يا ده اسكت. خلي بالك يا جد احسن رفوسك. بابا سيتو بقى بابا سيتو. بس يا عادل انت، انا هعرف اتعامل معاه لان الناس الكبار دول في السن ده بيبقوا عاملين زي الاطفال. سيبهولي. جد يا جد جودي يا جودة، تعالى ما اقولك. ايه عايزه ايه؟ بصي يا بيضه يا اختي قمر والمصحف قمر. بصي يا قلبي، احنا عندنا اوضه جميله حلوه وبرحه واحلى من دي بكتير، فيها لعب كتير وكور بس فظيعه. شوفي شوفي دي مصر. ايه اللي عندنا؟ طب ما تروحي يا اختي يا غدوره تقعدي فيها بدل فيها لعب. روحي. بص يا قطه، انا عندي استعداد احرم نفسي من الجنه والله عشان خاطرك انت يا وطوط يا جميله زماليغتي والمصحف. هو انت ما تعبتيش؟ وبعدين بقى جدي؟ وبعدين انا هقعد في الاوضه دي، انا هقعد في الاوضه دي لان انا صراحه الاوضه دي عجبتني، وانا دماغي بقى بتبقى جذبه قديمه يعني. انا بره وانا كنت في المغرب وراكب الاوتوبيس وعمال بقول للراجل قطع التذكره، وكنت رايح ده لوبا، وبعدين ورحت نزلت الشمس، وبعدين ولا كنت رايح في ايه؟ شبرا رخيمة يا بابا ست. انزل يالا انزل يالا، العالم يقعد شعبات على الاتوبيس يعني. وايش وده بقى اللي حصل، وانا هقعد في الاوضة دي. وبعدين يا جدي؟ يا ابني ما تحاولش وخاف على عمرك، لا يولع في الاوضة وانت نايم فيها زي ما عمل في زريبة عبده، والحمير جريت وهي مولعة. متخافيش يا ماما، انا هعرف جدي ده ساب المغرب وجي ليه ان شاء الله، حتى لو حكمت اسال في السفاره. ولا سيد رمزي يا بابا ستو رمزي. اي زباله، روحي هات هات لي الشرط بتاعتي من بره. حاضر حاضر حاضر. وانت اسمك ايه يا حلوه؟ السلام عليكم. اوعى 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 من خلقتي. وايه اللي انت بتنضف صورتك؟ انت اصلا ما بتستحماش الصوره دي، ما تحطها ليش هنا تاني، الخزنه فاضيه من يوم ما انت حطيتها لي فوقيها. ماشي يا دول. ايه يا دول انت بقى ايه؟ ما عملت ايه في الموضوع بتاع جدك ده؟ اهو انت مالك؟
انت اساسا سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. اه يبقى ما لقيتش سبب للموضوع ده وانا دوله. ايه اللي خلى جدك يسيب المغرب ويجي هنا؟ ايه السبب؟ عرفت السبب ومش هقول لك يا رمزي. اه يبقى سبب ملهوش حل يا دوله. انت ما ينفعش ترجعه المغرب تاني. ولا ابعد عن وشي دلوقتي خالص، ابعد عن وشي، انا مش ناقصك، اتكل على الله. يا دولة عيب يا دولة، انت هتخبى عليا يا دولة، ده انا رمزي السرجاوي. ايه رمزي السرجاوي ده؟ يعني اذا كنت انت ابن عمي يا ابني، فين السرجاوي في اسم العيلة اساسا؟ لا يا دولة، ده نسبة الى عيلة امي. السرجاوي ده نسبة للسرج اللي بيحطوه على ظهرك يا حمار. اه يا دولة بيدفيني والله، بدل البرد اللي نقع في جتتي ده اهو. ها قول لي بقى ايه؟ مفيش يا رمزي، جدي عمل مصيبة في المغرب قبل ما يسيب المغرب. يا دي النيلة يا دي النيلة، يعني مش لاقي إلا ساعة المغربية ما يعملها بالليل. كان عايز ينام، قال أعمل مصيبة وأنام بقى على طول بعد المغرب يعني. يا دولة أنت بتقوم على قوم يا عم، أنت قصدك يعني دولة المغرب. اللهم صل على النبي، أنت عرفت دولة المغرب؟ أه يا دولة، دي دولة أوروبية معروفة. أوروبية؟ يلا أهو نص العمى ولا العمى كله. المهم يعني جدي بقى أما راح دولة المغرب الأوروبية اللي أنت بتقول عليها دي، يعني كان في ماتش هناك، راح الاستاد يتفرج على ماتش بين الزمالك والمغرب المغربي. طب هو ليه يا دولة ما تفرجش عليه في التلفزيون يعني؟ انت جاي تسال مش انا اللي بحكي؟ انت بتتكلم ليه؟ انت تسمع وانت ساكت وخلاص. انا اللي بحكي. ماشي يا دولة، انت هتحكي دلوقتي؟ اه قول يا دولة، انا هسمع اهو. قول. بقول لك يا دولة، تيجي نقفل البازار ونروح نقعد في القهوه نحكي؟ هتموت انت وتجيب درف وخلاص، اسمع وانت ساكت. المهم يا سيدي بقى، ما تهبب جدي وراح اتفرج على الماتش في الاستاد وما شافوش في التلفزيون. وهو في الاستاد المغرب طبعا بتلعب جامد جدا والجمهور كله جمهور مغربي. المهم راح الزمالك اتغلب يعني، فبعد تالت جون جدي سخن قوي، لان جدي اصلا كان هو زملكاوي عتيد يعني، فقال لا كده ما ينفعش، وطوبه وفي دماغ الحكم يا معلم. بس وما اكتفاش بكده، لا شويه طوب في دماغ اللعيبه ونزل عمل قلق في الملعب تحت، نزل في الملعب تحت ومسك الكره قال ايه، عايز يجيب جون شرفي عشان يبقى 3-1 بدل 3-0. اتفضل اتفضل. المهم يعني الحرس المغربي بقى مسكوه ورحلوه من المغرب ومنعوه من دخول دوله المغرب الاوروبيه تاني خالص. طيب ايه رايك يا دوله في ان هو ممكن يعني يجي هنا هون يقعد في البازار وانت تاجر لي الاوضه اللي هي فوق السطوح دي، يعني اللي جنب الفراخ، واهو لما اجوع اقوم دابح فرخه واكلها، اذبح اكل اذبح اكل. استنى، هو في اوضه فوق السطوح عندنا في العماره؟ يا خبر ابيض يا دوله، ما اقولكش بقى يا عم، دي الفيلا اللي انا بحلم بيها يا دوله طول عمري، نفسي في خلال ال 30 سنه اللي جايين يا دوله اشتريها وامتلكها. ادعي لي يا دوله. مش هدعي لك. المهم يعني الفيلا دي اللي انت بتحكي عليها، الاوضه اللي فوق السطح، ايجارها كام يالا؟ لا دي حراقه يا عم. كام؟ اخلص. وصلت ل20 جنيه دلوقتي. وصلت ل20 جنيه؟ طب هي كانت بكام يعني قبل كده؟ لا كانت ب60 جنيه دولة، بس انا ما كانش ساعتها معايا فلوس. ولا يعني هي كانت زمان رخيصه ب60 جنيه ودلوقتي وصلت ل20 جنيه، ما شاء الله. يعني فعلا الزكاوة دي مش ملهاش علاقه بالوراثه، لان انت غيري طبعا يعني. طب انت عارف انا رمزي البيضه الاول ولا الفرخه؟ سطوح اللي عايز ترمي جدك فيه يا ماما؟ هو انا هرميه منه يا ماما؟ يعني هيقعد عادي في الاوضه؟ يعني بصي اقول لك حاجه، بلاش انا ورانيا بقى اللي هناخد الاوضه بتاعت السطوح دي، وهقدم على تليفون ان شاء الله، واول ما يخش لي التليفون اي حد عايز حاجه ما يطلعليش، يكلمني في التليفون وانا ابقى دلدل السبب. ماشي، بس بابي ما يطلعش فوق السطوح. بابي؟ ماشي يا ماما، ماشي، مش هيطلع فوق السطوح. ماما انا اللي هقعد فوق السطوح انا ورانيا، خلاص ما يجراش حاجه يعني، عادي جدا، لان انا كمان اكتشفت ان الشقه دي زحمه ما استوعبناش كلنا، فانا ورانيا هنقعد فوق السطوح خلاص. والله هتوحشني يا عادل. ايه ده، انت صدقت ولا ايه يا ماما؟ عادل بص من الاخر كده يا عادل، انت عايز تاخد جدك تطلعه تقعده فوق السطوح اهلا وسهلا، بس ما تدخلش مامتي في الموضوع ده، وما تطلبش من اي حد فينا اي خدمه في الموضوع ده. طبعا عشان كلكم خايفين تواجهوا جدي. لا يا خفيف، عشان انت بس اللي اتضريت، انت اللي سبت اوضتك، ما حدش فينا ساب اوضته. ماشي عادي جدا، انا هقول لجدي وهواجهه. هو انا يعني هخاف؟ الحق يا عادل جدك. ما حدش يقول له ان انا هنا، ما حدش يقول له ان انا جدك افرغ محتويات الاوضه كلها واصبحت هشيم. هشام؟ هشام مين اللي جاي يسكن عندنا دار اخر؟ هشام ايه؟ عادل انا جبت سيره هشام، بقول لك جدك خرج كل محتويات الاوضه بره في الصاله.
اخبرش فيكوا حاجه على بلابط. يا جد ايه في ايه؟ دي اوضه قعدوني فيها، حرام عليكوا حرام عليكوا، ده انا كنت قاعد في قصر، حرام عليكوا. احنا برضو اللي حاطينك فيها يا جدي. دي اوضه سقفها واطي، كل ما باجي انا بحس ان سقفها يكبس على الصدر، حرام عليكوا حرام عليكوا. اه فخرجت السرير ونمت على الارض براحتك بقى. اه عشان برضك يعني الواحد يكبر المسافه بينه وبين السقف، يعني مش كل شويه يخبط في في. طب بص يا جدي، في اوضه فوق السطوح هتنفعك، هتعجبك جدا. اهم حاجه سقفها عالي، كابورليه من غير سقف وازاز كهرباء. ودي كام دي حاجه؟ اقعدي ساكته انت خالص، بدل ما يطردنا من الاوضه ونترمي على السلم. هيا جدي، ايه رايك؟ ايه رايك تيجي بقى تتفرج على الاوضه دي بنفسك؟ انا بطلعش اشوف اوض، الاوضه اللي تتزل هنا، حرام عليكوا حرام عليكوا. ماشي يا جد، اجيبها لك تتعرف عليها، مع ان انا شايف يعني ان انتوا انت والاوضه يعني لو اتقابلتوا في حته محايده مش هنحرجها. وعيالها اللي عاملين شباب، انتوا فين؟ انت ادي انت يا بت. ايه الراجل ده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالحج، نورت السطوح والعماره والحته كلها. بصي وانا لسه ما حجتش، ما تقوليليش يا حاج، بس عملت عبره يعني الحمد لله. قولي لي يا عبري. طيب يا حاج يا عمري، يعني اهي الاوضه اهي حلوه وبرحه وشرحه وريحها زي الفل. ايه نشره الارصاد الجويه اللي احنا نزلنا فيها؟ مين اللي بنت مين؟ انا ام ميرفت يا اخويا. ام ميرفت؟ وميرفت عامله ايه بال؟ يا اخويا اسكت، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وجوزها اسمه ايه؟ ابو مدحت. ومدحت عامل ايه بال؟ ايه مغلبهم مغلبهم قوي. والناس كلها تعبانه الا انت يا بأس. اه صح صح، مرتاح انا فعلا يا جدي. وانت بقى هتبقي كل يوم يعني هتقعدي معايا هنا بقى مش كده؟ لا يا رب يخليك. لا طبعا يا عمري، انا طبعا ليا شقه هنا في العماره، ان العماره دي كلها بتاعتنا. اه بس يعني وانت طالعه بتنشري الغسيل هتيجي تزوريني ولا ايه؟ اه طبعا، امال ايه يا عمري، امال ايه، ده الجيران لبعضها. بس انا دلوقتي بقى بنشر في البلكون شقتي، لاني مش قادره لا اطلع ولا انزل، ركابي ركابي توجعاني قوي قوي قوي. طب ما دام ركبك تعباكي تعالي لي ورا ادلكهم لك. تشكر يا اخويا، الف شكر. بس انت يعني لو جايب معاك من المغرب زيت كده اسمه المنكار، يبقى الف كتر خيرك، اديني حبه وانا ادلك بيهم رجلي. اوي اوي اجيبه. يا سلام، انت بس تجيلي يوم كده وانت لوحدك معكيش حد، اديك شويه زيت يلا. تعلم المنكار. قلت يا اخويا عايزني اجي لك ليه لوحدي؟ ايه القدسه العبيطه دي مش فاهمه يا ياض. لا بعكسك يا ام ميرفت، ما تقلقيش. ايه يسلم بقك اللي بنقط عسل نحل. لكن اهو بصي بقى يا عمري، اتفرج على الاوضه شرحه وبرحه وزي الفل، انا بقى هاجرها واخد منكم 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه يا ام ميرفت؟ ايه 200 جنيه؟ 200 جنيه لا، مش اقل من 400 جنيه. يا جدو يا جدو، دي ب 20 جنيه. وانت مش عارف انت هسكت مين؟ مش اقل من 500 جنيه. يبقى يا حبيب قلبي نقول بقى 700. 700 جنيه مش انت اللي هتدفع؟ مين ده اللي هيدفع ياض؟ لا انت اللي هتدفع، وباخصم من الورث بقى ان شاء الله. لا على 200 طبعا يا ام ميرفت. بص يا سعاده، انا مش هقدر انزل كلام الراجل الطيب ده في الارض. اه زي ما هو قال انا هنفذ، ده مش طمع مني ولا حاجه. اه لا ابدا، ده جشع مني. ايوه بس مش طمع. واخبار ميرفت ايه؟ اسكت يا عمري، زي ما قلت لك في الاول تعبانه قوي 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 مع جوزها. وهي بقى ايه وجوزها ده اسمه ايه؟ ابو مدحت. طب مدحت بقى عامل ايه مع ابو؟ يا قطعت، انا ما بلهاش خلاص، هي من سكه ولا من سكه. طب وانت عندكم اللي هو ابو فاروق؟ عندكم ابو فاروق؟ ايوه يا اخويا عندنا ابو فاروق، ده لسه راجعه من الحج، ولكن حاجه حصل ولكنها حجت. وانت ركبك اخبارها ايه، تعباكي؟ اه والله يا عمري تعباني قوي قوي. ولا روح هات حاجه. الحمد لله. اه والله الحمد لله، ده لولا الاوضه اللي فوق السطوح كان زمانها دلوقتي مشاتيت في الارض. المهم ان انا قدرت احافظ على الموقع الاستراتيجي الاخير اللي موجود ليا في الشقه هنا. مع ان بابي هيبقى بعيد عني، لكن مش مشكله، طالما ساكن فوق هنقدر نشوفه كل شويه. اه يعني يوم جمعه وهو رايح يصلي مثلا صلاه الجمعه. رمضانات بقى كده يعني. عارف
شوف يا عادل، انا معجبه جدا جدا بيك في صياغه الامور وحكمتك في تسييس الامور. ماما ماما إيه؟ الحي في ايه؟ الحي ام مرفت ماسكه في جده وعماله تصور. يا خرابي ليه؟ دي غلطتي، احنا حطينا يا اخوانا البنزين جنب الكبريت. عملت ايه يا جدي؟ كانت بتجري ورحت مسكتها دبحتها بقى قبل ما تبيض. دبحت ام مرفت؟ هي ام مرفت بتبيض؟ ام مرفت بين يا دغوف انت، الفرخه دبحتها وام مرفت قعدت تصوت، بس اكتشف بقى قلت لها ان انت هتدفع لها 100 جنيه، 100 جنيه رخصت والله فراخ. وشوف يا سلام، وايه كمان يا جدي؟